يقول علماء الأرض أن القارات العملاقة تنشأ بشكل بطيء للغاية عندما تلحم القارة بالأخرى، ولا يحدث هذا الأمر سوى مرة واحدة في كل 600 مليون سنة بحسب مجلة ساينس ماج العلمية. فإن علماء الجيولوجيا يرجحون أن يحدث هذا الأمر مستقبلا، لكن لن نشهد على الإطلاق لأنه يطلب ملايين السنين. ودوت فيديو بسيط بيوضح لنا إزاي بيحصل التباعد بين القارات. ودي الأشكال اللي اتحولت ليها القارات عبر الزمن. هو ديت كانت أول حاجة كانت منزلة في بعض، بعد كده افترقت شوية، بعد كده افترقت يعني أكتر من التانية، بعد كده افترقت أكتر من التالتة، بعد كده بقت زي ما احنا عايشين عليها دلوقتي. تمام، وبس كده. يا رب تكونوا استفدتم. كان معكم الطالب أحمد محمد.